ورجعنا تاني في بيت أميرة واللي مشرفانا الشيف هديل. ازيك يا ربنا شيف، يخليك عامل يا ايه؟ رب. نورتينا. تنورك يا الله. عايزين نعرف بقى انت عملتي ايه، انا هنا طمنيني. سايبه الفراخ بس بتستوى، تمام وهنا هعمل ام علي. هنا تمام في الحله هحط اللبن والقشطه والنشا والكريم شانتيه والسكر والفانيليا، هقلبهم هنا على البرد الاول، تمام وبعد كده هرفعهم على النار لحد ما ياخدوا معانا القوام الكريمي كده. وبعد كده بقى هنبدا نحط في الطواجن الجلاش ده. ده جلاش انا جلاش محمصاه، مكسرة. ده انا محمصاه كده محمصاه، ايوه تمام. ايه، هحط بقى في الطواجن، وهنزل عندي هحط مكسرات كده في النص، وبعد كده هنزل بالخليط اللي عندي اللي هو الخليط اللي هو الكريمي ده. هوريكم برضو حضرتكم على البوتاجاز. وبس ماشي، اما تيجي بس اما تيجي الخطوه دي اعمل الخطوه دي الخطوه الاول. دي هنعرف ونشوف، يعني هنشوف بعينينا. تمام ماشي. هنيجي النهارده بقى، احنا عندنا حاجات رمضان كل ليلتها، احنا رمضان عندنا احنا اول ناس. تمام، عندنا هو بوجي، تمام، وطمطم ورايا هناك اهيت، يعني اول مره بوجي وطمطم بيبعدوا عن بعض. معانا النهارده تشكيله جميله جدا رمضانيه، وتشكيله من الكروشيه تحفه، وتصميمات جميله جدا، وفساتين روعه. هنتكلم بقى عن ده كله بس بعد ما ايه، هنشوف الضيوف. ومعانا المغني اللي معانا، المطرب محمد اسامه. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس. منورنا هنا والله في بيت اميره. ومعانا مصممه الديكور والاشغال اليدويه الاستاذه شيرين المنياوي. اهلا بحضرتك. والاستاذه قمر احمد منورانا. ومصممه الكروشيه اللي منورانا جدا بقى الاستاذه مي زهران. ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. منورنا كلنا والله. احنا عندنا رمضان قبل اي حد، صح؟ ان شاء الله. بس معانا مداخله، نقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك الاستاذه اميره؟ الحمد لله والله بخير. ازاي حضرتك؟ والله احنا متابعين برنامج بيت اميره، وبرنامج ناجح جدا يعني، كلنا متابعينه بصراحه. ربنا يخليك، متشكره جدا لذوقك والله. الله يخليك. كنت عاوز اعمل بس تقنيه للمدام. تمام، اتفضل حضرتك. احب من خلال الحلقه اهني زوجاتي بعيد ميلادها، ربنا يخليها ليا ولاولادنا الكابتن محمد جد الله ودعاء جد الله. ربنا يخليها لك يا رب يا استاذنا الفاضل، ربنا يخليها لك يا رب، وتروح لكم البركه فيها يا رب ان شاء الله. وكل سنه وهي طيبه وبخير وسعاده، وان شاء الله باذن الله فهنا وسعاده دايما باذن الله ان شاء الله. متشكره جدا لحضرتك. نرجع للحلقه بتاعتنا، وهنسمع بقى من محمد اللي صوته بجد تحفه، صوته جميل جدا. هتبدا بايه؟ هبدا بنشوف دي. تمام، قرب بقى المايك كده وسمعنا بقى. اطربنا. طاهر القلب نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، فاكتب لنا نرجاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. وبارك على سيدنا محمد. شوف بيسقفوا لك، مبهورين بالحجم ده، وصوت قوي جدا ما شاء الله. ربنا يحميك يا رب. عايزين نتعرف بقى على الاستاذه شيرين والمساعده بتاعت حضرتك. عرفونا برضك امتى ابتديتم والشغل، شغل الكروشيه. احنا اولا مش بنشتغل كروشيه، احنا ايوه عرفينا الايتمز بتاعت رمضان. تمام، حاجه رمضان كلها. تمام. انا بالنسبه لي الموضوع كان هوايه، انما قمر كان الموضوع بالنسبه لها دراسه. ده اساسا يعني انا نفسي ان انا اروح للحاجه واجيبها علشان اعرف، بس الكاميرا تجيبها. تمام. الحاجات ديت، قرب بس المايك.
الحاجات ديت بتتباع غاليه جدا، هم بيعملوها بردك. عرفينا بردك البيج بتاعتك. البيج اسمها كيوت هوم، قرب المايك. وكلها حاجات هاند ميد وكلها معموله على ايدينا وكلها تصميماتنا. تمام، بسم الله ما شاء الله، حاجات جميله وحاجات ذوقها راقي كده. ربنا يخليك يا رب. انت بتعملي لوحدك؟ هل التصميم بتعملي لوحدك؟ لا، ولا ممكن يعني احنا بنقول مساعدتك، انما في التصميم ذات نفسه هي ورشه عمل وبنبادل فيها الاراء لغايه ما نوصل لاحسن تصميم. تمام. ازيك يا استاذه مي، عامله ايه؟ منورانا النهارده والله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفينا بقى بالحاجات الجميله اللي انت عاملاها ديت، يعني حاجات. لا استنى، انا حاطه الحاجات الصغننه جنب مني عشان حاجات بيبيهات بقى، يعني اللي نفسها تخلف. يا جماعه كل حاجه موجوده، يعني حتى الصغننين خالص كل حاجه موجوده وعامله بقى موضه صحيح. يعني الحاجات دي بتجيبها من على النت ولا تصاميمك انت؟ لا، من على النت. يعني حاجات ايه يعني؟ مدلعه البيبي خالص، الجيبه وعليها التوب وعليها التوكه، يعني مدلعاها مظبطاها. لا جميله جدا. يا ترى بتختاري تصاميمك ازاي؟ يعني على حسب التصميم برضو بيبقى من عندي. ممكن تعملي تصميم وترجعي تقولي لا عايزه اعدل فيه، عايزه اغير فيه. ممكن اقطع اعدل فيه بقى. ممكن بس حاسه ان الخامات غير اي خامه انا مسكتها قبل كده، يعني انا دايما بنمسك ده. دي حاجه تانية خالص. ده قطن. تمام. يعني مين اللي شجعت برضك على الفكره دي؟ ما يعني بابا وماما اكثر ناس مشجعني يعني. بنوجه لهم تحيه. علي صوتك كده. لا 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 لا، يعني بابا وماما صوتهم لا، نعلي صوتنا نقول بابا وماما ومتشكره ليهم طبعا. طبعا يعني كل الشكر ليهم وربنا يخليهم. ربنا يخليك يا رب. برضك الحاجات اهيت يا جماعه، وفي شنط علشان مش باينه بنعرفها للناس. ودي ايس كابات. تمام. وهنا بقى الحاجات بتاعه رمضان. يعني انتوا بتشتغلوا حاجات هاند ميد كمان؟ والله طبعا. لا 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 ده كده كده كمان. انا عايزه الاستاذه مي تقول البيج بتاعها عشان ما ننساش. عملت كروشيه ايه صفحه الفيس على البوك على ال... لا 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 ده لسه مطروبه يا جماعه، استنوا بس على شويه. اما تاكل من الشيف صح يا شيف ولا ايه؟ ايوه طبعا. وممكن اما تاكل من اكلك هتتكلم كتير. هنا معانا اهوت التصاميم، احنا بنفتحها كده سلسله عليها كلام ربنا برضك. دي ميداليه. انا استغربت والله، انا بحسب فكرت اكسسوارز عاديه انت جايباها يعني. دي كلها حاجات هاند ميد كلها يا جماعه. عايزه اسمع بقى منك حاجه يا محمد، واحنا كده بنعرض الحاجات يعني، واحنا بنعرض الحاجات كده عايزين نسمع صوتك. يعني حاجه رمضان بقى وانت شايف الحاجات الحلوه دي كلها، هنديك قبل ما تمشي تاخد بوجي ولا طمطم. تمام. يعني احنا هنعرض الحاجه كده واحنا بصوت محمد. تمام. يعني اهو قول انت. لا علي صوتك انت، ما مالكش دعوه بينا خالص. تمام. قالوا لي في جمله واضحه حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نيه الجمله هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علامه سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتير في وسطهم خط ونس. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة وهي جاية.
مين اللي علمك الغنى ولا هي موهبه يا محمد؟ لا موهبه. انا من صغري انا بحب الغنى. يعني بتحب لمين اكتر؟ بتسمع لمين؟ في ناس كتير زي شيرين زي حمائي. احنا نشوفك ان شاء الله باذن الله متصور معاهم وبتغني معاهم ان شاء الله، وبتبقى عالي كده دايما ان شاء الله باذن الله. تستحق كل خير لان بجد حنجرتك كده قويه وصوتك جميل جدا، ولا ايه يا جماعه؟ جدا ان شاء الله ان شاء الله صوتك احسن حاجه ان شاء الله. استاذه شيرين بقى عرفينا، انت ممكن تعملي تصميم يعني ملابس او كده ولا حاجات رمضان بس؟ لا لا، هي كلها ديكورات ومفارش ورانرز والكلام ده بس. الفكره جات لك منين اصلا؟ والله هو بس احنا لما اتصاحبنا والافكار جابت بعضها، يعني هي الفكره في سهره قعدنا كده شويه زراير كده وقعدنا خيطناهم، لقينا الشكل طلع تمام، فكره جابت الثانيه جابت الثالثه. يعني فكره الاستاذ قمر يعني هي زي ما تقولي ورشة عمل، احنا ثلاثة معانا حد ثالث واحنا ثلاثة اصحاب. لا عايزين هي تتكلم بقى، هي قاعدة مكسوفة من ساعتها يعني. احنا فعلا ثلاثة وعندنا ورشة عمل وكمان بنحاول نعمل كل حاجة يعني حاجات مختلفة مش حاجة يعني معينة. ممكن فكرة بس ممكن تنفذيها. هي فعلا ممكن تبقى فكرة جت في تفكير حد فينا احنا الثلاثة، بنبتدي نبني عليها تمام، وبنبتدي نطور بقى وبطرق مختلفة. وبصراحة يعني الحمد لله في توافق فكري بيننا احنا التلاتة مريحنا جدا الحمد لله يعني. ربنا يخليكوا يا دار البداية. الخامات كلها حوالينا يعني كلها خامات بسيطة زي الخيش كده، فكرة الشوال نفسه. الكوشن دي خيش، الكوشن دي اللي في الارض دي خيش اصلا. احنا بس شكله يعني شكله تحفة، انت عملت عليه حاجات رسومات خلاص بقى شكل تاني خالص. وده مثلا ده شوال يعني ده البصل والبطاطس في المطبخ. والله يعني حتى العروسه كمان مش هتغلب في الشوال. كلها حاجات بسيطه ومن حوالينا يعني. اهي يا جماعه ده الشكل، بعد ما هو يخلص خالص هنوريه لكم. في كمان مفارش سفره، مفارش ترابيزه معاها كوشن، في مفارش زي كده معاها كوستر. هي علشان كبيره كبيره بس كوستر. المفرش للشوكه للمعلقه للسكينه واو هي افكار مختلفه مدلعانة والله يا استاذه شيرين، والله مدلعانة كوستر شويه بس عملنا منه بقى يعني اللي يرضينا احنا ثلاثه. شكله جميل جدا يعني يتحط على الشوكه والمعلقه للتقديم. وفي رمضان بقى الاشكال دي بتختلف جدا يعني على السفره، بتبقى فعلا مبهجه جدا تحس بروح رمضان يعني رمضان كده. فعلا احنا بنحس كده فعلا يعني احنا شغالين كل يعني كل حاجه بنشتغلها ليها احساس. في هدايا يا جماعه مقدمه برضك منهم يعني يعني هنعمل مسابقه وننزلها على صفحه البيج برنامج بيت اميره مع اميره شعلان حبيبتي اهو. ودي كمان سبحه بما ان احنا بنتكلم عن اجواء رمضان فحبيت اعرض السبحه ماشيه مع الجو يعني هو كل رمضان حتى الكروشيه كمان يعني في رمضان ولا الفترة ايه؟ الفتره دي احنا شغالين رمضان الفتره دي رمضان. الاستاذه مي برضك يعني. لها راي تاني، ايه رايك في رمضان ده؟ كلمينا كده. ما شاء الله يعني شغل حلو، الكروشيه برضو فيه حاجات مع اجواء رمضانيه وكده. مش ناويه تعملي حاجات رمضان يعني حاجات كروشيه برضك نظام كروشيه مش هنتعدى بقى عليهم يعني احنا معانا مداخله بس حبيبتي ايوه احلى حاجه ان احنا نشجع بعض. معانا مداخله نقول الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباحك يا استاذ امير، عليك وعلى السبعين. صباح النور، ربنا يخليك يا رب. مع حضرتك احمد زوج الشيخ خليل. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك منورنا. الحمد لله والله. ايه رايك بقى في الشيف النهارده؟ والله الشيف ديت هي شيف حياتي الاول قبل ما تكون شيف عند حضرتك يعني. ربنا يخليها لك يا رب ان شاء الله ويا رب من نجاح لنجاح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ودايما معاها ودايما سندها وظهرها، دايما بنقول الزوج بيبقى دايما سند لمراته يعني ولا ايه يا شيف؟ قول لنا حاجه بقى طبعا يعني. الاول ربنا يخليه ليا، هو السبب في اللي انا وصلت له ودايما بيشجعني ويدعمني عشان اوصل للي انا بتمناه واللي انا نفسي فيه.
ربنا يخليه لي يا رب ويقدرني وافرحه زي ما هو دايما بيفرحني. ربنا يخليه لك يا رب ويساعدكم دايما ويجيبه لك بالسلامه ان شاء الله باذن الله. يا رب ان شاء الله. نورتنا والمكالمه دي فرقت معاكي كتير طبعا. اكيد طبعا. عرفينا بقى عملت ايه كده. اي انا هنا الفراخ عندي استوت، طلعتها من الشوربه حطيتها في صينيه. اي وهدهنها بقى الخليط ده، ده كاتشب كده على زيت، هدهنها من هنا وهتخش الفرن. اي وهنا عملت الخليط اللي هو بتاع الام علي. اي قوام الكريم كده، ثواني عايزين نشوف القوام بس كده اهو، يعني قوام كريمي كده. الكاميرا هتجيبه معانا حالا، ثواني. انت قلبيه برضك. اهو كده تمام. وهنا بقى حطيت الجلاش والمكسرات. هنا بقى هنزل بالخليط ده في الطواجن. تمام. هيتحط برضو في الفرن بس قبل ما يدخل الفرن بحط على الوش كده قشطه ورشه سكر، بتديه الوش والخليط طعمه حلو قوي. تمام. هنا بقى هنزل بالخليط كله اللي عندي في الطواجن. وهنا اللي على يعني اخلص الطواجن دي، هنا عندي الشوربه اللي اتبقت من الفراخ بحط فيها الرز. تمام. وبغطيها بقى وبسيبها ان هي تستوي. الرز بيحتاج كوبايه، الرز تحتاج كوبايتين شوربه. احنا المقادير اوعى ننسى المقادير. ايوه، مقادير الكبسه ومقادير ام علي. تمام. ام علي بقى تنزل كده يا جماعه، يعني في الجو الرمضان ده بقى، يعني كبسه وام علي احنا كده خلاص. ايوه. وجبه زي ما بيقولوا صح خلاص. لا والروايح كمان بقى، يعني الروايح ايه اكبرها، روايح رمضان وجو رمضان. ف محمد حاجه رمضان كمان يلا. اه يلا نسمع حاجه رمضان. طب استنى هنختم بيها الحلقه منك، بس هنشوف الشيف كده. انا حطيت الخليط اللي عندي. تمام. نفسكم ايه بقى في 2021 على مستوى بقى شغلكم؟ كل واحده تعرفني بقى نفسها في ايه. والله احنا على حسب اتفاقنا يعني، وان شاء الله بتوفيق ربنا. احنا باذن الله ناويين على السنه دي باذن الله نبدا نصدر ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يا رب دايما ان شاء الله من تفوق لتفوق. هو ده الست المصريه، ما بتحط حاجه في دماغها خلاص. لا وانا بجد اما الثالثه صح، يعني شاهين ده يعني دي طبعا اساسي. فاحنا فعلا لما بنحط حاجه في دماغنا بتتنفذ، الحمد لله. ما عندناش اختيار تاني. هو اختيار واحد بس ان احنا هننفذها ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذه مي برضك نفسك في ايه؟ وعلى مستوى شغلك برضك، وعلى مستوى ان شاء الله برضو بقى هطور من شغلي اكتر، وان شاء الله نفتح لي محل وكده. انت عندك صفحه البيج، وكلهم عندهم صفحات البيج، وعندنا برضك الهدايا بنقدمها. هنعمل مسابقات على برنامج بيت اميره مع اميره شعلان. تمام. وهنوزع بقى الهدايا، يعني هناخد بس كلمه من الشيف. اي كده بقى انا حطيت الرز اهو. تمام. وكوبايه الرز البسمتي ده طبعا هو مغسول كويس الاول. الرز البسمتي ده كوبايه الرز بتاخد كوبايتين شوربه. تمام. طبعا بيفرق عن الرز المصري. كده هنزل بالرز كله. انت عندك قناه صحيح يا شيف؟ عرفينا بقناتك. عندي قناه مملكه هديل على اليوتيوب، والصفحه برده اللي هي البيج على الفيسبوك مملكه هديل، وعلى الانستجرام برده مملكه هديل. تمام. ان شاء أتمنى الله طبعا يزوروا صفحتك، كل حبايبك يزوروا صفحتك. اتمنى طبعا كل اللي بيشاهدونا دلوقتي ينوروني في القناه، ان شاء الله يعجبهم وصفاتي، وان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم ان شاء الله باذن الله. يا شيف منورانا النهارده. انا سعيده بيكم جدا، وان شاء الله اوعوا تنسوا المسابقه بتاعه برنامج بيت اميره. اي حد عنده موهبه يبعت لي الفيديو، وان شاء الله باذن الله نشير الفيديو على مستوى قناه، في قناه ثانيه كمان هنعملها، قناه اسمها قناه بيت اميره للمواهب، برضو كان نزلها على البيج بتاع صفحة القناة، صفحة ايه يا جماعة؟ صفحة البيج، وعلى قناة، على قناة جديدة، قناة بيت أميرة للمواهب. اي حد، اي حد مش السن مش مرتبط بالموهبة طبعا، اي حد عنده موهبة ان شاء الله بإذن الله متاح ان هو يبعت لنا الفيديو. كل واحد يسرع بقى ان شاء الله، علشان ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله باذن الله يكسب معانا. منورينا، وعايزين نسمع حاجه من محمد بقى. يلا
قبل ما نسمع منك حاجه، عايزه اقول لكم متشكره لكم جدا على تشجيعكم ليا، وان شاء الله باذن الله شوفونا في دايما في برنامج بيت اميره مع اميره شعلان، وادخلوا على صفحه البيج برنامج بيت اميره مع اميره شعلان. هتوحشونا كتير في امان الله. هنسيبكم بقى مع محمد ونسمع حاجه. اغني بالورقه. تمام، جميله. بالورقه والقلم خدتني ميت ألم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفتني للدور. بالورق والقلم خدتني ميت ألم، أنا شفت فيكي مرمطة وعرفتي مين اللي دول. ليه اللي جاي اجنبي عارفه عليه تطبطبي